بالأمس القريب كانت صورة الشابة سعيدة المصابة بسوء التغذية الحاد تتصدر القنوات والمواقع الإخبارية. سعيدة ذات 18 ربيعاً أحضرت إلى مستشفى الثورة الحكومي، طريحة الفراش لا تقوى على الحركة ولا الكلام. اليوم وبعد شهر من وصولها المستشفى، تحمل الطبيبة المشرفة بقسم التغذية أخباراً مبشرة عنها. دخلت سعيدة في تاريخ 22/10/2016 وزارت موجودة عندنا لحد الآن لمتابعة العلاجات ومتابعة التغذية العلاجية حتى تستقر حالتها وتزيد وزنها. الآن ما شاء الله أصبحت أحسن من الأول، كان وزنها 9 كيلو و890 جرام، الآن اليوم حالياً اليوم وزنها الآن 16 كيلو و40 جرام اليوم. سعيدة تقف اليوم على قدميها وتبدأ بالتعافي، لكن كعادة الحروب تغلب الأخبار الحزينة على ما سواها. فالتقارير الطبية تقول إن قسم التغذية في مستشفى الثورة الحكومي بالحديدة يستقبل لوحده ما يزيد عن 100 حالة مصابة بالمرض ذاته، ومعظم الحالات من الأطفال الذين يموت ثلثهم بسبب العجز وعدم القدرة على إنقاذهم. كنا أول نستقبل الحالات من 10 حالات إلى 15 حالة شهرياً، مع الأوضاع التي أنا الآن فيها زادت الحالات وصرنا نستقبل أكثر من 104 حالات. يطول أمد الحرب والحصار وتتزايد أعداد الضحايا من المواطنين، وكأن قدر اليمني خط ليبقى رهن إشارة الموت، إما بالنار أو بتبعات الحرب التي تقتل ببطء تحت عنوان الجوع والأوبئة.